كل مشكلة جسدية لها أسباب عاطفية. كان لدي طفل عمره 13 عاما يعاني من الصداع النصفي. إنه صبي صغير لا يفهم إعادة التجسد. كل ما يعرفه فقط هو أنه كل 3 أسابيع يخرج من المدرسة لعدة أيام بسبب هذا الصداع المؤلم. لقد عملنا خلال الحيوات 8 السابقة، وفي تلك الجلسة الواحدة تم شفاء الصداع النصفي تماما. قد يعتقد الناس أن هذه الأشياء المتعلقة بالحيوات السابقة كلها هراء، وأنها غريبة بعض الشيء ومليئة بالأشياء القديمة والجديدة. لا، هذا علاج جدي يساعد في حل المشكلات الخطيرة. أهلا بكم أعزائي المتابعين، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. أرحب بكم في الجزء الثاني من سلسلة تذكر الحيوات السابقة، والذي قد دمجت معه جزءا آخرا هاما يتضمن لقاء مثيرا للاهتمام مع المعالج الشهير بالتنويم المغناطيسي ستيف بيرجس، الذي أجرى أكثر من 15,000 جلسة ولديه بعض القصص المذهلة عن الحيوات السابقة. سوف يكشف لنا من خلالها كيف أن العلاج بالتنويم المغناطيسي قد أدى حقا إلى تغيير حياة الناس. وبهذا سنتحدث اليوم عن أهم طرق استرجاع ذكريات الحيوات السابقة، وهي التأمل والإسقاط النجمي والتنويم المغناطيسي، مع العلم أنها للإطلاع والمعرفة، وليس الجميع بحاجة إلى تذكر حياته الماضية إلا إذا كان يعاني بالفعل من أمراض أو مشاكل خطيرة. أرجو أن تبقوا معنا قدر الإمكان إلى النهاية حتى لا يفوتكم أي شيء. في الجزء الأول نظرنا إلى تأثيرات حيواتنا السابقة على حياتنا الحالية وعلى وعينا وعلى الكارما الخاصة بنا. لقد رأينا كيف أن الإمكانات الكاملة لوعينا لا يمكن الوصول إليها بسهولة، ولكننا نواجه تحدياً داخلياً جداً للوصول إلى قدرتنا على تذكر حيواتنا السابقة. يظل جوهرنا متكيفاً بعمق في طبقات من الهويات النفسية أو الأنا، وهذا التكيف على وجه التحديد هو الذي يجعلنا نكرر نفس المشاهد طوال الحيوات المتعددة التي نعيشها من خلال قانون العودة وقانون التكرار. سنلقي نظرة على بعض الممارسات لتذكر الحيوات السابقة إلى جانب التجارب والحكمة حول كيفية التعامل مع كل هذا وفهمه بشكل أفضل. لذلك سنبدأ أولاً بمثال حي مع قصة السيد جين هارت، الذي تذكر حيواته السابقة بالتأمل والإسقاط النجمي، كما عاش تجربة نجمية مع الأستاذ سمائيل عون فير، المعلم الروحي الشهير الذي تناولنا إحدى كتبه في الجزء الأول. يقول السيد جين في الفيديو الخاص به: قبل أن أبدأ أقول بالنسبة لأولئك الأشخاص الجدد الذين يشاهدون مقاطع الفيديو الخاصة بي ويفكرون فيما إذا كانوا سيثقون بي أم لا، ويتساءلون من أين تأتي مصادر هذه المعلومات، أقول أنه لا يهم من الشخصية التي تتحدث، ما يهم هو المعلومات المقدمة إليك. فقط تأمل في المعلومات التي تسمعها بدلا من استخدام العقل المشكك. لقد كنا مشروطين بشدة بالاعتقاد أنه إذا جاءت المعلومات من بعض الأساتذة الحاصلين على الشهادات فإن لديهم السلطة للتحدث في أي مسألة يرغبون بها، ولكن الحقيقة هي أنه إذا رأينا هؤلاء الأشخاص في العالم النجمي وقمنا بالتحقيق فيهم يمكننا أن نجد أن الكثير منهم لا يعرفون شيئا عما يتحدثون عنه، لأنهم درسوه فكريا فقط واعتمدوا في سلطتهم على الدرجات العلمية التي كانت بناء على الدراسة الفكرية، في حين أن الممارس الروحي الحقيقي لا يبني شهادته على الدراسة الفكرية.
ولكنه يبنيها على الخبرة المباشرة لهذه الأسرار الداخلية لنفسه. أما بالنسبة لأولئك الذين يمارسون كل هذا بالفعل ولديهم خبرة في صحوة الوعي، يمكنهم فهم هذه المعلومات بسهولة دون خوف أو شك أو ارتباك. إنهم لا يحتاجون إلى دراسات علمية أو مجموعات بحثية، لأنهم يعرفون كيفية التحقق من مثل هذه الأمور بأنفسهم. لقد أصبحوا رواداً للوعي، بدلاً من انتظار الآخرين ليخبروهم بما هو موجود وما هو ليس موجود. أعرفكم بنفسي، اسم ولادتي في هذه الحياة أو شخصيتي يدعى جين. عندما كان عمري 18 عاماً طورت اهتماماً شديداً لدي ومارست التأمل والإسقاط النجمي، وفي 20 من عمري تعرفت على مجموعة معرفية وقمت بعد ذلك بتأليف كتاب ما وراء الحلم، ولا أزال جزءاً من مدرسة التنشئة الغامضة التي تأسست على يد أستاذ يدعى سمائيل عون فير، الذي كرس حياته في مساعدة الإنسانية للاستيقاظ على الحقائق الروحية العميقة للوجود وتحقيق الذات وإيقاظ الوعي. لقد شكل مدرسته من معرفته المباشرة من التجربة، وقام بتجميع وتوضيح الحكمة الأبدية للغنوصية أو الغنوص بمعنى المعرفة التي تقوم على أساس التجربة المباشرة وليس مجرد الاعتقاد أو التفكير أو التكهنات. ألف المعلم سمائيل عون فير أكثر من 60 كتاباً وألقى آلاف المحاضرات في أصعب المواضيع في العالم مثل الوعي والفيزياء والتأمل وما إلى ذلك. لقد ترك عقيدة كاملة، وهي تعليم مركب لكيفية إيقاظ الوعي. على الرغم من أن السيد سمائيل لم يعد يمتلك جسداً مادياً، إلا أنه سيد حقيقي يعيش في العوالم الداخلية ويستمر بنشاط كبير في مساعدة الإنسانية. في مرحلة ما من طريقي وجدت نفسي في منطقة الجحيم في المستوى النجمي، مسجوناً في زنزانة يحرسها الشياطين. لا أقول هذا من أجل إثارة الخوف، ولكنها حقيقة التجربة. على أي حال، بعد فترة رأيت رجلاً يرتدي بدلة رسمية ينزل إلى هذه الغرفة الموجودة تحت الأرض وزارني هناك. كان السيد سمائيل نظر إلي ثم تحدث إلى الشياطين الذين كانوا خارج سجني، وبعد مرور بعض الوقت أطلقوا سراحي وخرجت على الفور، وصعدت من تلك الغرفة تحت الأرض، وأدركت أن السيد سمائيل قد تفاوض للتو مع نوع ما من قوى الظلام لكي أرتقي أو أتقدم في طريقي بشكل ما. هذا لا يعني أنني تحررت، فمن الواضح أن الشخص الذي خرج للتو من السجن أمامه رحلة عظيمة لاكتشاف الذات. ولكن النقطة المهمة هي أن المساعدة والدعم والحضور والحب الذي شعرت به من هذا المعلم يتجاوز أي شيء شهدته في أي وقت مضى. يتابع السيد جين ويقول: توجد تعليقات كثيرة على مقاطع الفيديو الخاصة بي من أشخاص يعتقدون أنهم لا يستطيعون القيام بأي من هذه الممارسات مثل إيقاظ الكونداليني أو ممارسة الإسقاط النجمي بدون معلم أو سيد. لكنني أقول لكم إن تجربة المعلم أو السيد لا يمكن الشعور بها حقا إلا داخليا في العوالم الداخلية، في حين لا يمكن مقارنة أي شخص خارجي في هذا النوع من التجربة عندما تبدأ في الحصول على المساعدة من الإله. لذلك إذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى معلم، توجه إلى الأساتذة الموجودين في العوالم الداخلية، فسوف يساعدونك ويمكنهم مساعدتك بشكل أفضل بكثير من أي شخص في العالم المادي، لأنهم يستطيعون لمس جزء أعمق بكثير من وعيك أثناء وجودك في المستوى النجمي. لهذا السبب علينا أن نصلي ونطلب المساعدة. تلك التجربة التي شاركتها معكم للتو كانت نتيجة للتماسي الخاص تجاه الإله و
وتوسلي لمساعدتي في إيقاظ وعي، لأنه طريق صعب حقا. في هذه الأيام يتردد الكثير من الناس في الصلاة معتبرين أنها مجرد عمل ديني أعمى، لكن الكثيرين لا يدركون أننا نصلي طوال الوقت بشكل أو بآخر، ونحن عادة ما نستدعي القوى السلبية من خلال أفعالنا ومشاعرنا ورذائلنا وارتباطاتنا والشوائب الموجودة في وعينا الباطن، في الأنا الخاصة بنا. وبالنسبة لحيواتي السابقة فأنا لا أستطيع أن أشارك بعضها لأنه سيتم الحكم علي للأشياء التي فعلتها في تلك الحيوات. وأتذكر بشكل خاص حياة من القرن 19 حيث كنت امرأة ارتكبت جرائم، ولكني استوعبت فيما بعد المعاناة التي مررت بها والتي أدت إلى عيش حياة كهذه. وأنا أشارك هذا لأنه إذا كنت تريد حقا أن تتذكر حياتك الماضية فعليك أن تكون مستعدا وشجاعا، ولا تتوقع أن ما تتذكره سيكون ممتعا. فغالبا ما نتذكر أولا ما تسبب في معظم الألم والمعاناة في كل حياة، لأن ذلك الألم هو الذي أدى إلى نسيانه أو الجهل به في المقام الأول. وبالتالي فإن نقطة الدخول مرة أخرى إلى التراجع عن الحزن على تلك الذكريات المفقودة هي من خلال الألم مرة أخرى. غالبا ما يكون تذكر الحياة الماضية بمثابة صدمة واعية، وبعد ذلك أثناء مثابرتك على الممارسة والتأمل في الذكريات التي تتذكرها ستفهمها من مكان ما دون التعرف على الألم أو الخوف الكامن وراءها، وبعد ذلك سوف تبدأ في تذكر الأجزاء الأكثر متعة في تلك الحياة. أما بالنسبة لتجاربي الأخرى فقد عشت بعض الحيوات السابقة البارزة مع الشهرة والتقدير. لقد عشت حياة في القرن 13 كملك، حيث قاتلت من أجل بلدي وكنت معروفا كبطل نبيل، كما أنقذت الكثير من الناس في بعض الحيوات. لقد عشت ما قد يعتبره العالم مجيدا وفاضلا، وفي حيوات أخرى عشت ما قد يعتبره العالم إجراميا وغير أخلاقي. كل هذا ليس لتمجيد نفسي أو إدانتها، ولكن لتوضيح كيف يمكننا جمع نطاق واسع من المعرفة الذاتية والمعلومات عن أنفسنا سواء كانت جيدة أو سيئة، وبالتالي نكون في وضع أفضل بكثير لفهم أنفسنا بشكل أكثر حميمية وفهم هدفنا الآن بشكل عام والاتجاه الذي يجب أن تتخذه مساراتنا الفردية. على سبيل المثال في حياتي السابقة كنت من الناجحين المشهورين للغاية وعشت حياة براقة، لم أكن معروفا بالقيام بأي شيء روحاني، ولكن في السر كنت روحانيا جدا ومهتما للغاية بالأمور الدينية، كما أنني أمارس الإسقاط النجمي بشغف شديد وانبهار وأعلمه فقط للأشخاص الأقرب إلي، الأشخاص الذين أعرفهم وأثق بهم، ولكن بسبب الكبرياء والارتباط بالمكانة والخوف من الحكم لم أتحدث عن ذلك أبدا أو أكشف عن هذا الجزء من نفسي للجمهور. في هذه الحياة أنا قادر على فهم سبب شغفي بمشاركة هذه التعاليم لأنني قمت بقمعها لفترة طويلة في حياتي السابقة. هذا لا يعني أنني منقذ لغرض إلهي، لا، فهذا كله غرور وأنا، لكنني أعيش الكارما الخاصة بي، هذا كل ما في الأمر. علينا أن نكون حريصين للغاية على عدم تطوير مشاعر زائفة تجاه أنفسنا سواء كانت إيجابية أو سلبية، ولكن فقط أن نرى أنفسنا كما نحن بالضبط، نرى طبيعتنا الحقيقية. لذا فإن المغزى من هذا هو أنه عليك أن تظل منفتح الذهن دون توقعات، ويجب أيضا أن تكون قادرا على الشعور بالندم على أفعالك الماضية،
وأن تكون قادراً على التعامل مع الأزمات العاطفية الخطيرة. إن تذكر الحياة الماضية ليس مثل مشاهدة التلفاز حيث يمكن فصل مشاعرك بسهولة، لا، إنك ستشعر بكل شيء. لذلك عليك أن تكون مستعداً وتهدئ أعصابك وتنمي تركيزك وتكون حازماً في ممارستك. لماذا تعتقد أننا لا نتذكر حياتنا الماضية؟ هل بسبب قانون إلهي يقول إنه غير مسموح لنا بذلك؟ لا، فهذا لأننا نخشى مواجهة أنفسنا، ولهذا فإن الممارسة أمر ضروري لنمارس عدم التعرف على الهوية والملاحظة الذاتية، مع الاهتمام دائما بالتعرف على أنفسنا بعمق والسعي لمعرفة كل جزء من كياننا نفسيا وعاطفيا وجسديا ودوافعنا الحقيقية وراء كل فعل ومخاوفنا الحقيقية وراء كل فعل. يجب أن نكون مثل المحققين الذين يريدون دائما كشف حقائق وجودنا. إذا أردت أن تتذكر حياتك الماضية فعليك أن تدرس حياتك الحالية، لأن ما ستجده هو أنه مع تقدمك في هذه الممارسة من خلال تقاليد قانون التكرار يمكن للمشاهد من حياتك اليقظة الحالية أن تثير تلقائيا ذكريات من حياتك الماضية. وأثناء نومنا ستكون لدينا تجارب نجمية لحياتنا الماضية تتعلق بما نمر به حاليا في حياتنا اليقظة. الأشياء التي تثير هذه الأنواع من الذكريات التلقائية يمكن أن تكون مرتبطة بظروف حياتية متكررة أو نوع متكرر من الأزمات أو مقابلة أشخاص جدد نعرفهم في حيوات سابقة أو في مشاريع حياة جديدة إلى آخره. لإعطاء مثال على تذكر الحيوات الماضية التي أثارتها ظروف حياتي الجديدة الحالية، انتقلت مؤخراً إلى الفلبين، وأثناء إقامتي هناك تعلمت في العالم النجمي أن لدي حياة سابقة فيها. كان اسمي دومينيك هيرمانو، وقد ساعدت الناس في الشفاء الروحي، وكنت معروفاً باسم لومي وانانغ باللغة الفلبينية أو المنور. ولإعطاء مثال على الذاكرة الناتجة عن مقابلة شخص ما، بعد فترة وجيزة من لقائي بزوجتي للمرة الأولى رأيت في العالم النجمي أننا عشنا حيوات سابقة معا، وفي إحداها لم نبقى معا لفترة طويلة جدا بسبب ظروف الحياة المؤسفة، لكننا أحببنا بعضنا البعض كثيرا في تلك الحياة. وفي حياة أخرى نشأت في عائلة ملكية بريطانية في طفولتي، ولم أعش في تلك الحياة إلا مع الأولاد الآخرين، وكنا نعيش بجوار دير للراهبات مع الراهبات اللاتي اعتنوا بنا معظم طفولتنا. عندما أصبحت مراهقا تمكنت من الحصول على المزيد من الحرية خارج حدود عائلتي، والتقيت بفتاة جميلة كانت أول علاقة غرامية لي. تلك الفتاة من تلك الحياة هي زوجتي اليوم. الآن السؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن هو: كيف أعرف أنها حياة سابقة وليست مجرد حلم عشوائي؟ الحقيقة هي أنك ستعرف ذلك ببساطة دون أي شك على الإطلاق. يبدو الأمر كما لو أن حدسك سوف يصرخ قائلا: انظر انظر، هذا أنت في الحياة الماضية، تذكر تذكر. سوف تلتصق عيناك وتنجذب إلى الفضول الموجود في روحك حول ما تدركه، وسوف تشعر وكأنك تتذكر شيئا مررت به منذ وقت طويل جدا وتفهمه بشكل حدسي مباشر. تماما كما لدينا ذكريات من الطفولة وهي حقيقية بشكل لا يمكن دحضه، كذلك لدينا أيضا ذكريات لا واعية من حيواتنا السابقة، ويمكن الشعور بهذه الذكريات ولمسها بطريقة قوية وملموسة في المستوى النجمي. وهكذا فإن كل هذه التجارب حدثت أثناء الإسقاط النجمي، وهذا يعني أنه عندما يكون وعينا مستيقظا
بينما يكون الجسد المادي نائما، فهذا يمنحنا الحرية لاستكشاف المستوى النجمي الموجود في البعد الخامس، الذي يعني البعد ما وراء المادي، يعني ما وراء الزمان والمكان، مما يجعل أي ذكرى من ماضينا متاحة للوصول ما دام كياننا الإلهي يسمح لنا بالوصول إليها، إذا كان قلبنا صادقا بما فيه الكفاية. وهكذا يكون لديك بالفعل الطريقة الأولى والأبسط، وهي الخروج من جسدك المادي من خلال الإسقاط النجمي. ثم اسأل فقط: أروني حياتي الماضية. ويمكنك قول ذلك بصوت عال أو عقليا، لا يهم، وسوف يظهر لك شيء ما. يمكنك أيضا أن تسأل قبل أن تذهب إلى النوم، يمكنك أن تسأل الله أو كيانك الداخلي أو والدتك الروحية. يمكنك التأمل والتركيز والصلاة، مثل أن تقول: كياني الداخلي، أطلب منك بكل تواضع مساعدتي في إيقاظ وعي حتى أتذكر حيواتي السابقة. من فضلك أرني ذكريات من كنت في الماضي حتى أتمكن من فهم نفسي بشكل أفضل اليوم. ساعدني على فهم الأنا والتخلص منها حتى أتمكن من إلقاء الضوء على نفسي واختبار أسباب الكارما الخاصة بي. أعلم أن هناك العديد من الأسئلة وراء الإسقاط النجمي، حيث يشعر الكثير من الناس بالخوف أو الإحباط بشأنه، وأود أن أرجع الأمر إلى أن معظم الناس لديهم تقدم بطيء في الإسقاط النجمي، ليس لأنهم لا يستخدمون التقنية الصحيحة، ولكن لأنهم في نهاية المطاف يخشون مواجهة أنفسهم. عندما يكون لدى الناس تجارب نجمية ويتحدثون عن الخوف أو عن رؤية كيانات مخيفة، فإنهم لا يدركون أن تلك الكيانات مستمدة من نفسياتهم، ولكن معظمهم ليسوا على استعداد لاعتبار أنها من صنعهم، من الأنا الخاصة بهم. في الإسقاط النجمي، عندما نحاول الخروج من الجسد ولكننا نفشل بسبب شيء كالخوف، فهذا يعرف باسم تحدي حارس العتبة، وهو نوع من الآلية الكونية في وعينا لاختبار ما إذا كنا مستعدين حقا لخوض هذه التجارب الروحية. يرتبط حارس العتبة ارتباطا وثيقا بالأنا، والتي هي مجموع كل عيوبنا النفسية والشوائب الموجودة داخل وعينا الباطن. حارس العتبة هو تجسيد الأنا الذي يقف كحاجز بين وعينا العادي والعوالم الروحانية العليا. في أي وقت نواجه فيه الخوف أثناء محاولتنا الوصول للمشروع النجمي، فإن السبب هو حارس العتبة، والشيء الوحيد الذي يمنعك من التغلب عليه هو الخوف. لذلك علينا مواجهة مخاوفنا الشيطانية الداخلية. يختبر هذا الملاك تصميمنا وشجاعتنا وإخلاصنا في سعينا لتحقيق الذات. لهذا من الضروري فهم طبيعة الأنا ومراقبتها دون محاكمة، والعمل بلا كلل على حل تأثيرها السلبي من خلال التأمل والتحول الداخلي. والخبر السار هو أنه بمجرد نجاحك في الخروج من جسدك مرة أو مرتين دون خوف، فأنت عادة لن تواجه ذلك مرة أخرى. يجب أن تعرف كيف تظل محايدا ومصمما على الاستمرار والتركيز على ما تتمنى أن تستكشفه. الآن من حيث توقع ما ستكون عليه هذه التجارب عند تذكر الحيوات السابقة في المستوى النجمي، فمن المثير للاهتمام أن نلاحظ أنهم ليسوا دائما من نفس نوع وجهة النظر. وهذا يعني أنه في لحظات تجربة الحياة السابقة يمكنك الحصول على تلك المعلومات بطرق مختلفة. على سبيل المثال، قد تواجه حياة سابقة من وجهة نظر الشخص الأول، حيث أنك تعيش فعليا في جسد ذاتك الماضية مرة أخرى، تعيش في ذكراها، وسوف تجرب مشهدا واضحا جدا.
أو مشاهد متعددة عشتها بالفعل في تلك الحياة، تختبرها تماما كما أنت الآن في جسدك، أو تماما كما تتذكر ذكريات من حياتك الحالية، أو يمكن أن تكون وجهة نظر أخرى من منظور الشخص الثالث، كما لو كنت كاميرا طائرة أو مجرد كرة من الوعي تراقب وتشاهد حياتك الماضية. وبالمثل يمكنك أيضا أن تكون في جسدك النجمي وتتجول في مشاهد حياتك الماضية لا يمكنك التفاعل معها، ولكن يمكنك النظر حولك ومراقبتها والاستماع ورؤية ما يحدث. إذا سبق لك أن لعبت لعبة فيديو حيث يمكنك تسجيل وتحريك الكاميرا أثناء القيام بذلك، فهذا هو الحال تماما. هناك طريقة أخرى للحصول على المعلومات من الحيوات السابقة، وهي من خلال جانب من جوانب الألوهية. على سبيل المثال الملاك أو المرشد الروحي أو أمك الروحية الإلهية قد تخبرك عن حياتك السابقة، من كنت وما اسمك وما فعلته وما إلى ذلك. لقد مررت بتجربة واحدة كهذه مع والدتي الإلهية كونداليني. كل واحد منا لديه أم إلهية خاصة به، ويمكنها أن تظهر في عدة أشكال، ولكن في هذا الشكل ظهرت كسيدة عجوز حكيمة ترتدي نوعا من ملابس الأستيك أو المايا، وأخبرتني أنني عشت حياة خلال فترة الأستيك، وأعطتني قلادة عليها العديد من الجماجم، وأخبرتني أنني نحت هذه القلادة وأنني قمت بهذا العمل منذ زمن طويل. العمل على التخلص من الأنا وقتلها هو ما ترمز إليه القلادة التي صنعتها، وأخبرتني أنه يجب علي الاستمرار، وهذا ما يجب أن أفعله. يعرض علينا أو يقال لنا دائما كل ما نحتاج إلى معرفته وفقا لمكاننا في طريقنا الروحي. والطريقة الأخرى هي أنك قد لا ترى ماضيك في تجربة ما، ولكن يمكنك زيارة منزل حياتك الماضية، أو قد تجد أشياء كانت ذات قيمة كبيرة بالنسبة لك في ذلك الوقت. على سبيل المثال كنت موسيقيا في حياتي السابقة وأحببت الموسيقى، وبالطبع كنت أكن لها الكثير من المشاعر. وهكذا في إحدى التجارب عدت إلى المنزل الذي كنت أعيش فيه في تلك الحياة، وكنت أحمل جيتاري المفضل. لم أرى أو أختبر شخصيتي السابقة، ولكنني كنت أحمل شيئا ذا قيمة عاطفية كبيرة بالنسبة لي في تلك الحياة. وبينما كنت أحمل الجيتار بين يدي وأنظر إليه وأشعر به وأعزف عليه، بدأت أشعر بالمشاعر التي كنت أحملها تجاهه في تلك الحياة وما كان يعنيه بالنسبة لي. وبالتالي تمكنت من التأمل بعمق في الأنا المتعلقة بمشاعري تجاه الموسيقى، وكنت قادرا على فهم الكثير خاصة فيما يتعلق بمواقفي تجاه الموسيقى في هذه الحياة، سواء كانت جيدة أو سيئة. في بعض الأحيان عندما ترى نفسك الماضية قد لا يكون ذلك دائما تصويرا دقيقا لما كنت تبدو عليه جسديا، ولكن بدلا من ذلك قد ترى ألوانا مختلفة لنفسك إذا جاز التعبير. على سبيل المثال إذا كنت تعيش حياة جشعة وشرهة نفسيا فقد ترى نفسك بمظهر بشع للغاية. لقد مررت بتجربة كهذه في حياة واحدة، كنت وسيما جدا جسديا، ولكني رأيت نفسي سمينا وقذرا وبمظهر فظيع. وبالطبع هذا لأنني كنت أفهم أو أتأمل أو أرى الغرور الذي جاء من تلك الحياة، والذي كان بإمكاني رؤيته وإدراكه وفهمه بشكل أفضل من خلال تجربته حقا بهذه الطريقة، بطريقة حية جدا. تعلمون أنه من الخطأ الاعتقاد بأن أرواحنا وحياتنا الماضية تنتمي إلى أذهاننا. التقنيات ليست هي الشيء الذي يوقظ الوعي، نظرا لأنه يتم استخدامها وتنفيذها بواسطة العقل. إن جوهرنا هو الذي يمكن قوتنا من التذكر، جوهرنا هو أبعد من العقل. ومن أعظم الأخطاء التي وقع فيها الفيلسوف ديكارت قوله أنا أفكر إذن أنا موجود، كان يعتقد أن التفكير هو نفس الوجود. لقد حدده بالتفكير،
وبعد فترة طويلة أدرك الفيلسوف جان بول سارتر الخطأ في هذه العبارة، فصححه بقوله: الوعي الذي يقول أنا موجود ليس هو الوعي الذي يفكر. وهذا يعني أنه عندما تكون واعياً بالتفكير، عندما تكون واعياً أنك تفكر، فإن هذا الوعي ليس جزءاً من التفكير، إنه بعد أعمق للوعي. التفكير والإدراك موجودان في بعدين مختلفين للوعي. التفكير لا يستطيع أن يتذكر الحيوات الماضية، ولكن الوعي يستطيع، الجوهر يستطيع، الأبعاد الأعمق للوعي فيك تستطيع. الهدف من هذا هو التأكيد على أن وعينا هو شيء أعمق بكثير من العقل، وبالتالي أعمق بكثير من مجرد تقنيات. في المدارس والجامعات يتم تعليمنا كيفية عمل العقل، ولكن في الصحوة الروحية وفي مدارس التنشئة الحقيقية علينا أن نتعلم كيفية وضع العقل في حالة راحة، وبدلاً من ذلك نتعلم كيفية عمل الوعي، عمل الجوهر أو الكيان. يجب أن يبقى الفكر في فلكه الخاص، فهو مفيد للتحليل، لكن لا ينبغي استخدامه لتذكر الحيوات السابقة. النصيحة الأولى لهذه التمارين هي الاسترخاء وإرخاء العقل والممارسة فقط. لا تفكر في التمرين، فقط تمرن. دعونا أخيراً نلقي نظرة على العديد من التمارين. سنبدأ من الأكثر أساسية إلى الأكثر تقدماً. الأساسية بسيطة ومباشرة فقط، ويمكن لأي شخص القيام بها، ويمكن أن تكون بنفس قوة جميع التمارين الأخرى طالما أن المرأة يؤمن بها. والتمارين المتقدمة تتطلب فقط مهارة أو خبرة في التركيز والتأمل والخيال. أولاً، التمرين الأساسي قد تم التحدث عنه بالفعل، وهو الصلاة، والتوسل والالتماس الصادق مع الشوق العاطفي الحقيقي في قلبك، لتظهر لك ذكريات حياتك الماضية قبل أن تذهب إلى النوم. استيقظ وتذكر تجاربك التي مررت بها أثناء النوم لترى ما تم عرضه عليك، واستخدم حدسك لتمييز المعاني التي جعلتك ترى ما رأيته. عليك أن تكون صادقا جدا مع نفسك ومخلصا حتى تتمكن من التمييز بوضوح. التمرين الثاني، تدرب على الإسقاط النجمي. وعندما تجد نفسك واعيا خارج جسدك فقط أطلب أن تظهر لك حيواتك السابقة. التمرين الثالث مشابه لما تم تدريسه في سلسلة الشاكرا، وهو نطق الحرف المتحرك لمدة ساعة، وهو تردد يرتبط بتذكر الحيوات السابقة. إن القيام بهذا النوع من التأمل سيساعدك على البدء بشكل طبيعي وعفوي في تذكر حيواتك السابقة. التمرين الرابع، وهو أن تعرف حقا كيفية التأمل وتقوم به لمدة ساعة واحدة على الأقل يوميا. في نهاية المطاف وعلى مدار الأيام والأشهر والسنوات ستبدأ في تذكر حيواتك السابقة بشكل طبيعي، لكن تأملك يجب أن يكون عميقا وحقيقيا. الحقيقة هي أن معظم الناس لا يعرفون كيفية التأمل لأنهم لا يتجاوزون عقولهم أبدا ولا يتجاوزون الحواس الخارجية. إذا كان وعيك في الحواس الجسدية فأنت لست في حالة تأمل عميق. من الواضح أن شرح التأمل العميق الآن هو موضوع كبير جدا، لذلك أوصيك بمتابعة هذه السلسلة عن التأمل الحقيقي على موقع غلوريان، فسوف يساعدك ذلك. التمرين الخامس هو ممارسة معرفية متقدمة قبل النوم. اذهب إلى التأمل وابدأ في تذكر كل ذكريات حياتك الحالية بدءا من الأحدث وحتى ولادتك. هذا تمرين بأثر رجعي يتم تدريسه للتلاميذ لدينا قبل أن يناموا. يجب عليهم أن يمارسوا تمرينا استرجاعيا لحياتهم، مثل شخص يشاهد فيلما من النهاية إلى البداية، أو كمن يقرأ كتابا من الصفحة الأخيرة إلى الصفحة الأولى. الهدف من هذا التمرين الاسترجاعي لحياتنا هو أن نعرف ونكتشف أنفسنا،
نتعرف على أفعالنا الخيرة والشريرة، أن ندرس الأنا لنصبح مدركين لعقلنا الباطن. من الضروري أن نصل بأثر رجعي إلى ولادتنا ونتذكرها. سيسمح الجهد الفائق للشخص بربط ولادته بوفاة جسده المادي السابق. إن النعاس المقترن بالتأمل والتمرين بأثر رجعي سيسمح لنا بتذكر حياتنا الحالية والحيوات السابقة والكيانات السابقة الأخرى. دعونا نتذكر أن الأنا هي مجموعة من الذكريات، الرغبات والعواطف والغضب والطمع والشهوة، والكبرياء والكسل والشراهة والاستياء والانتقام وما إلى ذلك. إذا كنا نريد التخلص من الأنا فعلينا فهمها أولاً، فهي سبب الجهل والألم. إذا نام الطالب أثناء التمرين الاسترجاعي فهذا أفضل بكثير، لأنه في العوالم الداخلية سيكون قادراً على معرفة نفسه وتذكر حياته بأكملها وكل حيواته السابقة. نحن لا نتحدث كثيراً عن تذكر الحيوات السابقة من خلال التأمل. بالطبع ينصح بالتأمل دائماً، ولكن بشكل عام لا يتم التحدث عنه للأشخاص غير المستعدين لتذكر حيواتهم السابقة من خلال لحظات التأمل ومن خلال الرؤى، لأنها مهارة أعمق بكثير، تحتاج إلى تطوير قوة الإرادة والتركيز والخيال وفهم التمييز بين تصوراتك الذاتية وتصوراتك الموضوعية، ولكن مع هذا فهي ممكنة. وبشكل عام هذا هو السبب في أن استرجاع الحيوات السابقة من خلال الإسقاط النجمي يكون أكثر تشجيعاً، لأنك تحصل منه على دقة أكبر بكثير. اتبع توجيهاتك الداخلية، فكلنا لدينا سيدنا الداخلي. يمكنك البدء بدراسة وممارسة التأمل والمراقبة الذاتية وتذكر الأحلام وتحليلها وما إلى ذلك. مع مرور الوقت سوف تكتسب خبرة في الفهم، وسيبدأ حدسك في الاستيقاظ تدريجياً، ويمكنك البدء في الحصول على هذه التجارب الروحية، والشكوك والارتباكات التي لديك اليوم سوف تختفي بحلول الوقت الذي تبذل فيه الكثير من الجهد. كان المعلم سمائيل يقول دائماً إن أولئك الذين يبذلون جهوداً كبيرة سينتصرون بالتأكيد. الإصرار والمثابرة في حد ذاتها معلم عظيم، لا داعي للإحباط أو نفاد الصبر هنا. هذا كله جزء من طريقنا، ونحن جميعا نتعلم وندرك ما نحتاج إليه عندما نأخذ الأمور خطوة بخطوة. أنت مستعد للغاية، ولا يجب أن يمنعك شيء من الحصول على ما تسعى إليه روحيا. ثق بنفسك وابدأ في السير في طريق صحوة الوعي بغض النظر عن التحديات التي تواجهك. لا شيء مستحيل مع الإيمان والله في قلبك. انتهى حديث السيد جين، والآن أقدم لكم هذا اللقاء مع المعالج بالتنويم المغناطيسي ستيف برجس. مرحبا ستيف، أرحب بك ترحيبا حارا في هذا العرض. شكرا لك يا نيكا، من الرائع أن أكون هنا. أنا محظوظة جداً لأنك أتيت لزيارتي على طول الطريق من إنجلترا إلى النرويج، ولديك أيضاً درس رئيسي في عضويتي يسمى قوة انحدار أو تراجع الحياة السابقة، وأنت مؤلف للعديد من الكتب مثل قوة انحدار الحياة السابقة والحيوات السابقة الشهيرة، وهذا سيكون موضوعنا لهذا اليوم، وأنا متحمسة للحديث عن الحيوات السابقة وعن كل ما تعلمته، لأنك أجريت أكثر من 15,000 جلسة مع عملاء مختلفين. لديك بعض القصص المذهلة حول كيف أن اللجوء إلى العلاج بالتنويم المغناطيسي قد أدى حقاً إلى تغيير حياة الناس، حيث وجدوا السبب الجذري في حيواتهم السابقة. سوف نتعمق في هذا الجنون ونمزقه ونكتشف ما الذي يحدث بالفعل هنا، ولماذا يعمل هذا بطريقة سحرية ويشفي الناس. ولكن قبل أن نفعل ذلك، ما الذي جعلك تبدأ العمل كمعالج بالتنويم المغناطيسي وتكون متحمساً جداً للحيوات السابقة؟ لقد تعرفت على العلاج بالتنويم المغناطيسي عن طريق الصدفة.
كان والدي قد توقف عن التدخين باستخدام العلاج بالتنويم المغناطيسي، ولم يستطع أن يفهم كيف نجح معه ذلك. لقد كان مدخنا طوال حياته وحاول كل شيء للتوقف عن التدخين، وفي أحد الأيام ذهب لرؤية معالج التنويم المغناطيسي الذي وضعه على كرسي وجعله يسترخي، وأخبره أنه لا يريد السجائر بعد الآن. وتوقف والدي عن التدخين بهذه الطريقة ولم يستطع فهم هذا الأمر. لقد كان عالما ولم يجد دماغه تفسيرا لكيفية نجاح هذا، لذلك بدأ بالقراءة عن العلاج بالتنويم المغناطيسي وأصبح مفتونا به، لدرجة أنه تدرب بالفعل وبدأ العمل كمعالج بالتنويم المغناطيسي كهواية. فقال لي: لماذا لا تحاول أن تكون معالجا بالتنويم المغناطيسي؟ لذلك ذهبت وتدربت، وأنا محظوظ جدا. إنه مثل العودة إلى البيت، إلى شيء كان يجب أن أفعله قبل سنوات. بعض الناس معالجين طبيعيين بنفس الطريقة التي يكون بها بعض الناس موسيقيين أو رياضيين بالفطرة. أنا معالج طبيعي، أشعر وكأنني في بيتي عندما أقوم بهذا العمل. وهكذا بدأت. وأنت تقوم بجلسات العلاج بالتنويم المغناطيسي، هل يمكنك أن تشرح للأشخاص الجدد تماماً ما هو هذا الأمر في الواقع؟ ربما يكون من الأفضل أن نقول ما هو ليس تنويماً مغناطيسياً، لأن الناس يعتقدون أن التنويم المغناطيسي هو حالة غيبوبة أو حالة نوم، وهو ليس كذلك. التنويم المغناطيسي هو في الحقيقة حالة استرخاء، وهي حالة نمر بها جميعاً على الأقل 24 مرة يومياً عندما نحلم بأحلام اليقظة. هذه حالة خدر أو نشوة خفيفة كما نسميها، لذا فإن الخدر طبيعي جداً. وفي العلاج بالتنويم المغناطيسي ما نفعله هو أننا نستخدم حالة الخدر للاستهداف، لإعادة برمجة العقل الأعمق، العقل الباطن. 99% من العقل الذي لا نستخدمه عادة على أساس يومي، وهذا هو السبب في أن العلاج بالتنويم المغناطيسي قوي جدا وجذري جدا، لأننا نستخدم محرك العقل. والعقل الباطني غير عادي، إنه مقر عواطفنا وحدسنا وإبداعنا. إنه يحتوي على جميع الذكريات التي تعود إلى الوراء، وإذا كنا قادرين على الاستفادة من العقل الباطن بالطريقة الصحيحة فإن إمكانات الشفاء قوية للغاية، إنها غير عادية. هل يصح القول بأننا نخفض تردد الدماغ؟ لأنني سمعت أنه عندما نتأمل نكون في حالة ألفا، حيث تتحرك موجات دماغنا بشكل أبطأ، ومن ثم يمكننا النزول إلى ثيتا ودلتا. التأمل والتنويم المغناطيسي أخوات، عمليتان متشابهتان جدا، لذا فإن الاختلاف الحقيقي الوحيد هو أننا في حالة الخدر نميل إلى أن نكون أكثر استرخاءً، بينما في التأمل نميل إلى أن نكون أكثر تركيزاً وثباتاً. لكن التأمل والتنويم المغناطيسي تجربتان متشابهتان جداً. عادة ما أجد أنه إذا كان أي شخص يتأمل بانتظام فإنه يكون في الواقع ماهراً جداً في التنويم المغناطيسي. لكن هل نكون واعين عندما ندخل في هذه الجلسات ونحن في حالة خدر؟ لأنني إذا شعرت بالخدر فلن أتذكر أي شيء. الخدر هي كلمتنا المصطلحية، في اللغة الإنجليزية نسميها كلمة اصطلاحية، وهي في الواقع مجرد حالة وعي متغيرة. إنه المكان الذي يرتاح فيه العقل قليلاً. يتوقع الناس في كثير من الأحيان أن يكونوا نائمين أو في غيبوبة، لكن لا يوجد شيء من هذا القبيل. نحن نتذكر كل ما يحدث في الجلسة، نكون واعين تماما، ويمكننا سماع الأصوات والضوضاء خارج الغرفة، ومع ذلك فالعقل المفكر الواعي يتراجع قليلا ويسمح للعقل الباطن بالمرور من الجزء الخلفي من العقل إلى الجزء الأمامي من العقل. لكننا ما زلنا نفكر، وما زلنا نحلل، وما زلنا ندرك أنها ليست غيبوبة على الإطلاق. وهكذا فأنت تأخذ الناس إلى هذه الانحدارات في الحيوات السابقة أو جلسات العلاج بالتنويم المغناطيسي،
وهم هناك لعلاج الصدمات والعلل والأمراض المختلفة. أشعر الآن بالفضول لمعرفة سبب وجود هذه الأشياء في حياتنا السابقة، وما هو نوع تلك الحيوات؟ هل هناك حياة معينة تؤثر على حياتنا اليوم؟ لأنني أفترض أنه كان لدينا الآلاف من الحيوات. اسمحوا لي أن أعطيكم صورة أكبر عن الانحدار قبل كل شيء، وبعد ذلك يمكنني النظر إلى حياة الماضي بعمق أكبر. عندما نقوم بالانحدار في العلاج، فإن الانحدار يعني العودة إلى الماضي في أفكارنا. لذا فإن نموذج الانحدار الذي نعمل فيه هو أن جميع قضايانا كبشر تأتي من حبس المشاعر والعواطف من صدمات الماضي، وتحدث تلك الصدمات في ثلاث مناطق: في هذه الحياة، وفي حيواتنا السابقة، وفي حيوات أسلافنا. ومعظمنا بالطبع يحمل متاعاً من حياتنا الحالية، لذلك بالنسبة لبعض عملائي نعمل في المناطق الثلاثة، وبالنسبة للعملاء الآخرين نعمل فقط في منطقة واحدة. إذن هذا هو نموذج الانحدار. مع تراجع الحياة السابقة نعود إلى حيوات سابقة محددة تحتوي على صدمات تؤثر علينا اليوم، وغالبا ما تكون صدمة الموت. الكثير منا يحمل موتا فظيعا من حيوات سابقة، والذي يؤثر علينا الآن، ليس دائما، ولكن حوالي 60% من حالات الانحدار في الحيوات السابقة تؤدي إلى إطلاق أو شفاء صدمة الموت الآن. نعم، لقد عشنا العديد من الأعمار. اعتقادي هو أننا عشنا آلاف الأعمار على هذا الكوكب. لقد عشنا أيضا حياة سابقة على كواكب أخرى، كأشكال من الحياة الأخرى. تجسدنا كحيوان في بعض الأحيان. لذلك في جلسات العلاج الخاصة بي يكون لدي أحيانا عملاء يعيشون حيوات الحيوانات السابقة، ولكن دائما تكون الصدمات التي حدثت في الحيوات السابقة، وخاصة صدمات الموت، هي التي يجب التخلص منها. فلنفترض أننا عشنا الآلاف من الحيوات السابقة. حسنا، كل تلك الحيوات لا تنضج. في هذه الحياة الحالية لن تنضج سوى حيوات معينة وتؤثر علينا الآن، لأنه لو كانت آلاف الحيوات السابقة تؤثر علينا الآن لما خرجنا من السرير في الصباح. لذلك فإن بعض الحيوات السابقة التي تأتي بالفعل في هذه الحياة هي التي تحتاج إلى العمل عليها. هل تعتقد أن هناك سبباً أعظم لدخولنا هذه الحياة بالفعل من أن يكون لدينا تجارب معينة؟ هذه هي الطريقة التي أعتقدها، أننا نخطط لحياتنا قبل أن نهبط إلى هذا الكوكب لنتعلم أشياء معينة ونختبرها. ربما نريد أن نتعلم المزيد عن التعاطف، لكن هل تعتقد أننا نأتي أيضاً لشفاء حيوات الماضي الأخرى؟ نعم، أعتقد ذلك، ولدينا أيضاً إرادة حرة، وحتى قبل أن نأتي إلى هذه الحياة قد نخطط لحياتنا، لكنها خطة تقريبية. إنها ليست دائماً محددة جداً، لأن أشياء أخرى يمكن أن تحدث، لكنني أعتقد أن الهدف هو أننا على مدار العديد من الحيوات نصبح كائنات أسمى. نحن نشفى وننمو كأرواح، وترتفع اهتزازاتنا ونصبح كائنات أكثر نقاء، بحيث لا نضطر في النهاية إلى العودة والتجسد مرة أخرى على كوكب الأرض. ما ذكرته مثير للاهتمام، أنه قد يكون لدينا حياة أخرى على كواكب أخرى أيضاً، وهذا ما أؤمن به حقاً. هل ظهر ذلك أحياناً في جلسة؟ هذا ما نحتاج إلى النظر إليه. من الغريب أن هذا يحدث أكثر الآن. في السنوات الخمس الماضية، المزيد والمزيد من العملاء ذهبوا إلى حيواتهم السابقة، حيث كانوا أشكالاً أخرى من الحياة على كواكب أخرى. ولماذا يحدث هذا الآن ولم يحدث قبل 20 عاماً؟ لا أعرف حقاً. أعتقد أن هذا جزء من الصحوة العظيمة التي تحدث على كوكب الأرض، لكن لدي عملاء قد أتوا من الثريات والأنظمة النجمية الأخرى. لدي واحد أو اثنين من العملاء الذين شعروا أنهم بذور النجوم، لذا فهم الآن
نتيجة لجلسات الانحدار يتواصلون تخاطرياً مع هذه الكائنات من حيواتهم السابقة والتي كانت هناك في مكان ما بأشكال طاقة مختلفة. ولأنهم يعانون من الكثير من الصدمات في الحياة الحالية، عليهم أن يتواصلوا مع هذه الكائنات العليا بشكل تخاطري. لذلك لديهم المزيد من القنوات، وأحياناً في جلسة الانحدار يبدأون في توجيه الرسائل من هذه الكائنات الأخرى. ولكن ما الذي تعلمته عن الحياة خارج كوكب الأرض عندما بدأوا في شرح كيفية وجودهم أو ما كانوا عليه؟ وبما أن كل شيء يحدث الآن في وقت واحد، لذا ربما ذلك كان أو يكون. نحن لا نفهم حقاً مفهوم الوقت. بالنسبة لي الأمر بسيط للغاية. يبدو أن العقل الباطن يعمل بشكل أفضل إذا نظرنا إلى الوقت على أنه خطي، فهو يعود إلى الوراء. ولكن هناك أشكال مختلفة من الحياة، ومن خلال تجربتي مع العملاء فإنه ليست كل هذه الكائنات مفيدة لنا. هناك بعض الأجناس خارج كوكب الأرض ليست مفيدة. كان لدي عميلة منذ بضع سنوات في الولايات المتحدة والتي عاشت حياة سابقة حيث كانت من الزواحف، وقالت أن هناك أنواع زواحف مختلفة على ذلك الكوكب. كوكب الزواحف معظمها لطيف، ولكن هناك نوع منها كان فظيعاً وعديم الرحمة، وهم موجودون على كوكب الأرض ويعاملوننا بوحشية لإبقائنا في الأسفل في الخوف. ولكن هذا لم يأتي إلا في جلسة واحدة. في جميع الجلسات الأخرى كانت الكائنات الفضائية مفيدة للغاية. لماذا اختارت تلك الروح أن تعيش هناك ثم على الأرض؟ يبدو لي أنه إذا تخرجت لتصبح كائناً أعلى تطوراً فلن ترغب في العودة إلى هنا. ربما لن يكون ذلك بمثابة العودة خطوة إلى الوراء. لا يريدون العودة إلى هنا، إنهم غير سعداء هنا. لكن يبدو أن ما يهدفون إليه هو جلب طاقة الكائنات العليا إلى الأرض، بحيث يرسلون هذه الطاقة وينقلونها إلى كوكب الأرض الآن. لكنهم يكافحون من أجل البقاء هنا. منذ عدة سنوات كان لدي عميل في النرويج عاش حياة سابقة ككائن من كوكب آخر. تحطمت مركبته الفضائية على الأرض وقد نجا، ولكن بعد ذلك أمضى بعض الوقت مرعوباً هنا مختبئاً بعيداً عن البشر، لأنه كان يعلم أنهم إذا عثروا عليه فسيكون في مشكلة كبيرة. وظل يقول: ما خطبهم هنا؟ لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو. وظل مختبئاً طوال الوقت حتى جاء بعض زملائه من الكوكب الآخر ووجدوه أخيراً، وعاد إلى كوكبه الأصلي بارتياح كبير. لذلك أسمي هذا الكوكب ملجأ. هناك طرق أعلى للوجود، ولكن أعتقد أنه في نهاية المطاف علينا أن ننظر إلى هذا على مدى العديد من الحيوات، وهكذا نتعلم في كل حياة. لذا سواء كنا على الأرض أو على كوكب آخر، كل حياة تساعد أرواحنا على النمو لتصبح كائنات أسمى، وهذه هي الخطة على مدى حيوات عديدة. لكنني أعتقد أننا في بعض الأحيان ننزل إلى هنا لخفض الطاقة من أجل مساعدة الطاقات الموجودة هنا على الارتفاع إلى الأعلى. نعم، اعتدت أن أفكر بهذه الطريقة، أنني منفصلة عن الكائنات الفضائية وأنهم متقدمين بفارق كبير. ولكن عندما ننظر إلى الوقت وأن كل شيء يحدث في وقت واحد، وهناك الكثير من الرسائل الموجهة تتحدث عن أننا شخص واحد، أشعر حقاً أن جزءاً آخراً مني يمكن أن يصبح كائناً آخراً في الوقت الحالي، لأن الروح ضخمة، حيث يمكننا أن نعيش حيواتاً متعددة في الواقع، وأننا كائنات متعددة الأبعاد. يمكننا حتى أن نكون حشرة على كوكب آخر في نفس الوقت، لأن الروح ضخمة، وهو أمر محير، ولست متأكدة من مدى فائدة ذلك لحياتي الآن، لكنه أمر رائع ومثير للاهتمام. سأنتقل قليلاً إلى الشفاء، وإلى أي مدى يمكننا الشفاء في جلسة كهذه؟ ما هي أنواع الأشياء التي يمكن شفاؤها؟ كل مشكلة
أي مشكلة لدينا كبشر تأتي من صدمات الماضي، لذلك الاكتئاب، الرهاب، القلق، الأمراض الجسدية، السرطان، انعدام الثقة، القضايا الجنسية وقضايا العلاقات وما إلى ذلك. أي مشكلة لدينا في نموذج الانحدار تأتي من صدمات الماضي، وهذا موجود إلى حد كبير في نموذج لويز هي. يمكنك شفاء حياتك. كل الأمراض الجسدية لها أسباب عاطفية، لذلك عندما نعمل في حالة انحدار نهدف إلى العودة إلى تلك الأسباب الجذرية والتخلص من الصدمة. إنها ليست عملية ممتعة، هناك الكثير من الدموع. في بعض الأحيان يهتز الجسد من حين لآخر، يمكن أن يصرخ العميل أو يتلوى من حين لآخر عندما يكون في هذه التجربة. إنها عملية آمنة تماما، طالما أنها طاقة من الماضي فلن تؤذيهم الآن، وطالما أن المعالج يطلقها بالكامل فإن العميل يتحسن. لذلك فإن كل مشكلة، الرهاب أو الفوبيا على سبيل المثال، هناك رهاب لكل شيء. الشائع هو رهاب العناكب والطيران والأشياء، حتى أن هناك رهابا من التصاق زبدة الفول السوداني في سقف الفم، أو أن يكون لدى شخص ما في العالم رهاب من الميكروفونات. قد تبدو أشياء غريبة، فكل أنواع الرهاب متشابهة. وبشكل عام أجد أن حوالي 60% منها على الأقل تأتي من الوفيات في حياة سابقة. أتت إلي سيدة تعاني من رهاب الطيران، وكانت تخاف من الطيران، وظلت تضع نفسها في الجحيم عندما تذهب في إجازة، لا تستمتع بها لأنها قلقة بشأن العودة إلى المنزل. كانت تقضي قبلها أسابيعا مرعبة وتشعر بالقلق طوال الوقت. وجدنا في حياة سابقة أنها كانت ذكرا طيارا في القوات الجوية الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، وكانت تحلق من المملكة المتحدة، وتم إسقاطها كطيار في الحرب ومات. لذلك هناك هذا الاتصال بين الموت والطيران. الطيران الآن يساوي الموت، العقل الباطن يجمع الاثنين معا. لقد مت في حياتي الماضية عندما كنت أطير، والآن أنا أطير. أوه، سأموت، هذا ما يعتقده العقل الباطن. عميلة أخرى كانت تعاني من رهاب الطيران، كانت جنديا فيتناميا في حرب فيتنام، وفي هذه الحالة لم تمت، لكنها كانت في الجزء الخلفي من طائرة أمريكية قديمة متهالكة تحلق فوق غابة فيتنام، حيث أسقطت الطائرة وهبطت وتمكنوا من الخروج، وهي أو هو لم يمت. ولكن قبل كل شيء كان هناك رعب الحادث، لذلك ظن أنه سيموت، وبعدها كانوا عالقين في هذه الغابة في مكان مجهول، وكان عليهم أن يجدوا طريقهم للعودة إلى القاعدة. لذلك كانوا مرعوبين طوال الوقت من أننا سنموت في أي لحظة. لذا فإن الرهاب هو نموذج شائع في الانحدار في الحياة الماضية. لكن الاكتئاب على سبيل المثال، ذهبت مؤخرا إلى موقع أمريكي متخصص في علم النفس، وقال إن الاكتئاب لا يمكن علاجه، إن علاجه غير ممكن بالنظام القياسي، وهو إعطاء الشخص أقراصا لا تعمل. لكن الاكتئاب يمكن علاجه بالانحدار، لأنه يحدث بسبب الغضب المحبوس. هذا هو سبب الاكتئاب، السبب العاطفي. جاءت إلي سيدة تعاني من اكتئاب حاد، وأعتقد أنه في حالتها كان هناك حوالي 8 حيوات في الماضي، وكلهم تعرضوا لصدمات مختلفة. إذن في حياتها الماضية الأولى كانت امرأة في حوالي أوائل القرن 19، ومات ابنها الصغير ولم تستطع التأقلم مع وفاته، لذا قتلت نفسها في النهاية. ذهبت إلى حياة ماضية أخرى، وفي هذه الحياة الماضية كانت بائعة زهور في لندن فيكتوريا في القرن 18، فقيرة جدا تحاول يائسة بيع الزهور للمارة في شوارع لندن، وكانت تعاني من سوء التغذية وتمرض أكثر فأكثر.
وفي النهاية ساءت حالتها للغاية، لدرجة أنها ذهبت إلى منزل طبيب في مكان ما في وسط لندن ذات يوم على أمل أن يساعدها، فأخذها واغتصبها وقتلها. لذلك كانت تلك حياة سابقة فظيعة أخرى، وذهبت إلى حياة سابقة أخرى حيث كانت جبانة في معركة، كانت رجلا وهربت من المعركة وبعد ذلك ماتت بالفعل. لكن الرجل كان غاضبا من نفسه لأنه خذل زملائه. لذا في كل هذه المشاكل الجسدية نجد أن كل مشكلة جسدية لها أسباب عاطفية. كان لدي طفل عمره 13 عاما يعاني من الصداع النصفي. إنه صبي صغير لا يفهم إعادة التجسد، كل ما يعرفه فقط هو أنه كل 3 أسابيع يخرج من المدرسة لعدة أيام بسبب هذا الصداع المؤلم. لقد عملنا خلال الحيوات 8 السابقة، وفي تلك الجلسة الواحدة تم شفاء الصداع النصفي تماما. لقد أحضرته أمه وقال لي عقله الباطن أن هناك 8 حيوات سابقة، وقام بمسح كل تلك الحيوات 8 في ساعة واحدة في جلسة واحدة. كانت والدته تشاهد الجلسة وهي مندهشة مما يحدث. على سبيل المثال، في الحياة الماضية الأولى حيث كان رجلا، كانت زوجته على علاقة غرامية وكان يقف في حديقة قلقا بشأن هذا الأمر، وأتت زوجته من خلفه بهدوء بالمجرفة وضربته على مؤخرة رأسه ومات. وذهب مباشرة إلى الحياة الماضية التالية حيث كان صبيا صغيرا في المدرسة، وركله المتنمر وأمسك به وبدأ في ضرب رأسه بالحائط، فأخذته والدته إلى المستشفى ومات في طريقه إلى هناك. ذهب إلى الحياة الماضية التالية حيث كان رجلا في حانة في مكان ما ودخل في قتال، وقام شخص ما بلكمه ووقع على الأرض، ثم ركلوه في رأسه حتى الموت. وذهب إلى الحياة الماضية التالية حيث كان يقود سيارة واصطدمت شاحنة بجانب السيارة، وربما كان ذلك في 60s، ولم يكن يرتدي حزام الأمان، لذلك اصطدم رأسه بعجلة القيادة ومات. وذهب إلى الحياة الماضية التالية حيث كان رجلا عجوزا يقف على بعض السلالم الخشبية القديمة، وانهارت الدرجة الخشبية وسقط على الأرض على رأسه ميتا. ثم ذهب إلى الحياة الماضية التالية، لقد كانت واحدة تلو الأخرى، ومعظم حالات الصداع النصفي سببها الوفاة في حياة سابقة حيث كانت هناك ضربات على الرأس. لذا فهذا أمر مثير للاهتمام ولكنه جدي. قد يعتقد الناس أن هذه الأشياء المتعلقة بالحياة السابقة كلها هراء وأنها غريبة بعض الشيء ومليئة بالأشياء القديمة والجديدة. لا، هذا علاج جدي يساعد في حل المشكلات الخطيرة. نظرا لطول المقابلة أرجو منكم متابعة التكملة في الفيديو التالي قريبا. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.